يسأل السائل فيقول: هل يعذر الجاهل بجهله وخاصة في أمور العقيدة؟ الجواب: لا يكون الجواب على هذا السؤال لا بنعم أو بلا، لأن الجاهل يختلف وضعه، من يجهل أمور دينه يختلف حاله عن حال الآخر الذي يجهل، يختلفون باختلاف البيئة التي نشأوا فيها والبلدان التي يعيشون فيها. الذي يعيش مثلا في هذا الجو الإسلامي وفي هذا البلد، وأنا أصرح وأكرر في كل مناسبة إن هذا البلد بلد إسلامي وأن هذا المجتمع مجتمع إسلامي، ولماذا أعلق هذا التعليق؟ إذ وردتني أسئلة من بعض المخدوعين بالسروريين، سألني السؤال الآتي: هل تعتقد بأن هذا المجتمع مجتمع إسلامي؟ انتبهوا لمثل هذا السؤال، سؤال خطير. الذي حملني على توجيه تلك النصيحة الصريحة للشيخ سفر ليس مجرد ما قرأته في خاتمة كتابه، بل أثارني بعض أسئلة الشباب وأقلقتني وخفت على إيمانهم، لأنهم أخذوا يكفرون هذا المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه، وجميع المسلمين في أقطار الدنيا يرون إن أمثل مجتمع إسلامي يمثل الإسلام تمثيلا في الوقت الحاضر مع ما فيه مع ما هنالك من الضعف والنقص هو هذا المجتمع. مع ذلك بدأ يتطاول بعض الشباب المخدوعين بالسرورية، يتطاولون ويكفرون المجتمع، وربما بعض الأفراد وربما بعض العلماء، وينتقصونهم. هذا الذي يعيش في مثل هذا الجو معرضا عن العقيدة المنتشرة من المرحلة الابتدائية إلى الدراسات العليا، العقيدة التي تدرس في المساجد والبيوت، والعقيدة التي يسمعها حتى في الإذاعة، من أعرض عن العقيدة وعن تعلم دينه وهو يعيش في مثل هذا الجو لا يعذر بالجهل. أما الذي يعيش في بعض الأقطار التي لم يفهم أهلها الإسلام بالمفهوم الصحيح، يعيشون على الإسلام الرسمي التقليدي، من يعيش في تلك المناطق وفي تلك الأقطار يعذر بجهله حتى يقيد الله من يبين له الدين الحق. هذه المسألة عند أهل العلم مسألة خلافية. وأما بالنسبة للجهل في فروع الدين وفي المسائل الفرعية، كون الإنسان يعذر بالجهل يكاد هذا محل إجماع. ولكن الخلاف هل الإنسان يعذر بالجهل في باب العقيدة والأصول أي أصول الدين محل خلاف، ولكن الرأي الذي يختاره الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يستدل على كل ما يقوله بالكتاب والسنة، يعذر الإنسان حتى في أصول الدين إذا كان يمكن أن يجهل ذلك ولم يجد من يقيم عليه الحجة. يستدل شيخ الإسلام على هذا الاتجاه بقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. لا بد من تبين الهدى. أما من لم يتبين له الهدى وظن إن العقيدة الإسلامية هي تلك الأشعرية، وظن إن الإسلام هو ذلك التصوف المنتشر، وظن أن دعوة الصالحين والطواف بقبرهم والنذر لهم من محبة الصالحين وليس من العبادة في شيء، نشأ في جو كهذا وجهل هذا الجهل، يعذر حتى يخرج من ذلك الجو أو يقيد الله له من يفقهه وهو هناك ويعلم ويتبين له الهدى. والله أعلم.